وللمزيد حول هذا الموضوع ومناقشته ينضم معنا من اسطنبول التركية السيد فراس رضوان الأغلو المحلل السياسي التركي. أهلا ومرحبا بك سيد فراس. بداية، ما مدى جدية التصريحات التركية الأخيرة وخصوصا تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدخول القوات التركية في معركة أخرى على غرار غصن الزيتون في شمال العراق؟ طبعا هو استكمال للسياسة التركية في تطهير المناطق الجنوبية بالنسبة لتركيا والمناطق الشمالية بالنسبة لسوريا والعراق من تواجد أي معسكرات للإرهابيين الذين يهددون الأمن القومي التركي. وهذا أيضا ممكن نسميه في سباق التصريحات السياسية قبل الاجتماعات السياسية على المستوى الخارجية الأمريكية والتركية من أجل المفاوضات والبحث حول موضوع إخراج القوات وحدات حماية الشعب من بيجو، بعد ذلك كيف موضوعها وكيف ستكون شرق الفرات، لأن هذه أيضا قضية شائكة. والنقطة الأخرى والملف الآخر هو الملف العراقي، وأعتقد أن هذا الملف ربما سيكون أسهل لأن هناك اتفاق بين كلا الحكومتين بغداد وأنقرة حول تطهير منطقة سنجار تماما من تواجد حزب العمال الكردستاني الذي يهدد الجميع ربما بتواجده هناك. هذه التوجهات التركية بفتح معركة شمال العراق، هل يعني بشكل أو بآخر اقتراب حسم عملية غصن الزيتون في عفرين؟ وأين وصلت العمليات هناك؟ أعتقد أن عملية غصن الزيتون وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وهذا ما صرح به أردوغان وقال أتمنى خلال حتى المساء، وهذا تعبير على أن ربما دخول إلى مركز عفرين سيكون قريبا، بأن هناك دخول للقوات التركية والجيش السوري الحر، وأعتقد أن هي مسألة وقت. وإضافة إلى فتح الممر الآمن للسكان المدنيين أيضا هي نتيجة لأن الدخول أصبح وشيكا، بل أنها أصبح هي المنطقة مركز عفرين محاصرة تماما. وأعتقد الأمرين ليس متعلقان ببعضهما، أي أن العملية العسكرية التي ستجري في العراق لن تكون مرتبطة بعملية غصن الزيتون، لأن الجيش التركي يستطيع أن يفتح عدة جبهات، إضافة إلى أن هناك سيكون تعاون مع الجيش العراقي في مسألة شمال العراق، وأعتقد أن الأمور أسهل هناك، ولذلك لا أعتقد أن هناك ربطا مؤثرا بين كلا الملفين. طيب، ما مصير منبج؟ إذن هل ستشملها العمليات العسكرية هي الأخرى أيضا؟ وهل يمكن أن تضحي واشنطن بالميليشيات التي تدعمها برأيكم؟ حقيقة الموضوع الآن ممكن أن نقول بعد أن صرح وزير الخارجية السيد شاوشوغلو بأن هناك اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بسحب القوات هذه من بيج، ولكن اليوم بعد التصريح الأخير الذي قال ربما يؤجل اللقاء في الذي كان مقررا في 19 بعد استقالة السيد تيريسون، أعتقد أن هناك ربما جولة أخرى ستكون ربما أصعب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستناور مرة أخرى بعدم خروج هذه القوات. حقيقة أنا أرى استقالة تيريسون ووضع الوزير بومبيو الآخر ربما الأمور ستصعبها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما كانت في زمن تيريسون. إذا ما تم للقوات التركية والجيش الحر السيطرة على عفرين، كيف سيكون مصير المنطقة وسط الاتهامات التي وجهتها فرنسا بالأمس إلى تركيا؟ أعتقد أن الاتهامات التي توجهها فرنسا باتجاه تركيا هي لمصالح سياسية وتضارب مصالح سياسية متعددة، ليس فقط في منطقة سوريا بل حتى ممكن نسميه في شمال أفريقيا بشكل عام، لدخول التركي هناك ربما غير محبب بالنسبة لفرنسا. أعتقد أن هذه التصريحات لن تؤثر، فقط هي ربما فقط من نوع من أنواع الضغط الإعلامي إن صح التعبير، أكثر منه من ضغط آخر. السيد فراس رضوان أغلو المحلل السياسي التركي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.